تحية طيبة لكل مشاهدين ولا أطيب. واليوم مثل ما عودناكم المطبخ الشعبي دايما نستضيف ضيوف، واليوم ضيفتنا كثير مهضومة مدام روني الخولي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن فعلا نستضيف كثير ضيوف وكثير بيكونوا مهضومين، بس طبعا بيكون في درجات هضامة أكثر من الثاني. أنت اليوم مميزة عن غيرك. أهلا وسهلا فيك، وكمان اليوم حضرتي لنا أطباق صحية للغاية. نحكي في عنا نحن كبة الراهب وكبة الحمص. يعني اليوم نحن ما فيها دجاج، ما فيها لحمة، ما فيها سمك، كلها حبوب، كلها صحية 100%. كمان أكلات شتوية فينا نستعملها، مغذية، وخاصة لمحبين الفيجيتيريين اللي ما بياكل لحمة ولا شيء، ممكن يتلذذ بهالأطباق الشهية وأطباق قديمة تراثية كمان فينا نقول. أكيد. كروية. خلينا نشوف مكونات طبق كبة الراهب ونرجع معكم ومع مدام رني. يا أهلا. مكونات كبة الراهب: 200 جرام عدس حبة كبيرة، 500 جرام برغل ناعم، 200 جرام بقدونس، 200 جرام طحين، 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 200 جرام بصل أخضر، 100 جرام نعنع أخضر، 100 جرام زيت زيتون، 100 جرام عصير حامض، ماء حسب الحاجة، وسبع بهارات حسب الرغبة. لكن مدام روني، نعم، يعني اليوم عم نشوف هالاشياء اللي قدامنا شغلتها كثير سهله وكثير بسيطه. نحن اكيد العدس البني او الحبه الكبيره حسب الرغبه. نعم. هلا ممكن عدس احمر، عدس لا عدس احمر هذيك لشوربه العدس، لشوربه العدس بس لا ممكن عدس الاصغر شوي، العدس الاصغر ويلي بيعملوه للمجدره. نعم. كمان عظيم، هو نفسه بيعملوا فيه كبت. هيدا نحن سلقنا هلا العدسات تقريبا قديش؟ يعني بترجع بتعمل ال هيدا العدس نحن بولات ال هيدا العدس سلقناه، هلا بنحطه بالطنجره. نعم. مع نتفه مي. اوكي، هو ميته منه شيء موجود فيه. عظيم. نحن قلنا ذكرنا ماء حسب الرغبه. يعني حسب هيدا مشان الحاجه يعني. حسب الحاجه عفوا. هون و بدنا نعمل هيدي البرغل هون. اوكي، نحط البرغل هون. عظيم. هون لكن احنا رح نضيف هلا، انت بدك كبة حمص وكبة رح يكون عندنا طبقين. نحن رح نبلش هلا اول شيء هلا بكبة الراهب، بنعملها كلهم سوا ونرجع بعدين بنحط حمص للصينية. الاضافات المطلوبة اللازمة هلا هون نحن ملح. نعم. بدي عظيم نحن اهرم البقدونس. بقدونس يلا هون، لكن بتحب افرم لك اياهم، بتحب تفرميهم انت مثل ما بتريد. هيك ناعم صغير هون، لكن نحن البقدونس مفروم ناعم. دائما في ستات بيوت بحبوا يستعملوا سكين اصغر. هون نحن لكن رح نضيف لها البقدونس مفروم الناعم. النعنع بدنا نورقها كمان او ما في زوم نورقها؟ لا 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 معلش، مثل ما هن يعني لانه رقيقه. ايه الشرش تبعها العود تبعها رقيق. من وين اجى اسمها كبة الراهب مثلا بالنسبة؟ هيدي اكثر شيء بال يعني بيستعملوها بالضيع بالكرة، اكلة التراثية القديمة. ايه لانها اكلة شتوية و ومانا كثير مكلفة كمان يعني. لا بينك يعني تكاليفها كثير قليلة، مانا مكلفة بالنسبة للحمة يعني، وخصوصا يلي ما بياكلوا لحم. بالضبط. صار عندنا هون نحن البقدونس واكيد النعنع كمان. هون رح نفرم النعنع. اوكي هون لكن النعنع والبقدونس فعلا، بس بلش نفرم البقدونس والنعنع بنحس حالنا هيك كانه بمنطقه جبليه وبدنا نحضر ساعه تبوله وملقى المشاوي. يعني اكثر شيء بالشتي بتتاكل. عظيم. هون لكن مدام روني بنحطهم هون اذا بتعمل معهم. ايه اكيد، يعني هن كمان اطباق ما بدها وقت كثير، يعني مبدئيا اطباق سريعه بنفس الوقت. يعني طبعا من بعد ما ست البيت تكون سلقت العدس والبصل الاخضر، البصل الاخضر اذا بتريد هون كمان نفرمهم الى حلقات صغيره. لكن اليوم هون نحن كمان البصل والثوم رح نبقى بعدين نعملهم هون على الوجه. على الوجه هي البصله هلا بنعملها. نعم عظيم. مع يعني
عظيم. هون لكن البصل الأخضر. هون رح نزيد كمان مع هالمزيج. أوكي. إيه والبصل البصل هون. إيه نعم. بدك إياها ناعمة مش هيك؟ نعم. بس ما كده بنفرمها بصل ناعم؟ أو نصها بدك؟ ناعمة. كلها. هون دائما ننتبه على أصابعنا مشاهدينا. هيك كمان البصله مفرمه فرما ناعما دائما السكين بيلعب دوره ويكون مسموم. بالصيام بياكلوها كثير كمان. عظيم. هي طبعا اكله صياميه واكله كمان جبليه. جبليه. هون العدس كمان عم نسخنه بعد بعده منيح. فيه مي. ايه فيه مي طبعا بقلبه. هون لكن نحن عم نفرم البصل. صار بصل عنا جاهز. بالنسبة ل وقت تكون عيلة كبيرة اسم الله أكيد الكمية بتبقى أكبر. نحن هون كمان بدنا نذكر للمشاهدين مدام روني إنه نحن كنا معزومين على الغداء عندك من شي أسبوعين تقريبا. أكيد أهلا وسهلا. كان الأكل رائع جدا ومشان هيك كمان حبينا نستضيفها لمدام روني. كان أكل صحي فعلا للغاية. حقيقة أكل صحي. وهون كمان بدنا نذكر المدام روني ام لاربع صبايا مهضومين ومنهم كمان صوفيه اللي بنحبها كثير للي هي كمان لها فضل علينا باطلالتنا على التلفزيون منذ اكثر من ست سنين. وجه لها تحيه كثير كبيره لصوفيا. اصل ريشار. ميرسي صوفيا الخولي بنحبها كثير وبنعزها. تسلم. هون كمان نحن خلي لك اولادك. بيقربك شي ربيع الخولي المطرب شي مدام خولي؟ لا نوجه له كمان تحيه للمطرب السابق لانه هلا صار كاهن. نوجه له تحيه مزبوط. للمطرب السابق. هلا هون بنحط ملح اذا بتعمل معه. يلا هون لكن هيدي الملح طحن. هذا ملح الخشن. هون نطحن الملح لكن عظيم. هون الملح الخشن تيصير ملح ناعم. هلا طبعا حسب الرغبه اليوم الملح. في ناس بتحب الطبق ملح زايد ملح ناقص. ايه اكيد. هذا الملح بينزل مطحون طازه كله اليوم اكل كله صحي. صحي اكثر. ايه اكثر اكثر. هلا بنحط طحين. عظيم. انا هون طفيت تحت العتسيل. هلا هون شو رح يصير مدام روني؟ بدنا مي اذا بتعمل معروف. تكرم عيني. عظيم. هون نحن بدنا ندعكم. ايه. اكيد هلا كلها بوسط اليد. هلا بتحط الطحين. هلا اوكي تتجمد. المي بدك اياها فاتره او بارده؟ لا لا ما بفرق. مي فاتره مي بارده. عظيم. لكن هون نحن بنرجع نذكر المشاهدين حطينا البرغل ضفنا برغول. البقدونس والنعناع كمان الملح والطحين طبعا والملح والبصل. البصل هون شو بتريدي؟ البهار. تكرم. هون نحن ذكرنا سبع بهارات. سبع بهارات. عظيم. هلا هني في بحطوا بهار الكعكه كمان. لا كتار هون. كتار هون برا. هون دائما ست البيت بيحطوا هيك رصينه عظيمه. هون لك بهارات الكعكه واكيد نحن هلا بدنا ندعكم كله مع بعض وبعض ونضيف لها المي. عظيم. لكن نحن بهالوقت قبل ما نزيد لها مي ستورين رح نروح لفاصل اعلاني. اوكي. بنرجع من بعد الاعلان نحن وياكم طرنا. ومن بعد الفاصل مع مدام روني الخولي كمان بنقول لك اهلا وسهلا فيك مدام. اهلا وسهلا فيك. يعني كثير كثير مبسوطين فيك اليوم. خلينا اياكم وكمان برفقه الصبيه الحلوه اللي معك. تسلم. ميرسي. موجه لها تحيه. شو اسمها؟ شو اسمها بنوتك الكبيره؟ صوفيا. صوفيا وريتا. وريتا دوموزيل معنا اسمها ريتا. ريتا كمان بنقول لها هاي ريتا. وهلا اكيد عم نخلط نحن هالمزيج. هاي مام. كمان نخلط هالمزيج لكن نحن هون خلطنا. بناخذ نتفة مي. يلا مي فوالا. كرم عينك. هون لكن هون لكن فوالا. هون بنذكر نحن مدام روني شو حطينا بالمزيج. هون برغل ناعم بقدونس نعنع بصل طحين ملح سبع بهارات بصل اخضر طبعا مع البنانا والبقدونس وبصل ابيض بصل يابيس. وبندعكم كلهم بواسطة. انا على فيقه هالاكله تعلمتها من مرت عمي. امه لجوزي كانت تحبني كثير الله يرحمها. الله يرحمها. وسميت بنتي على اسمها صوفيا. صوفيا. حلو. ودائما بس اكلها بتذكرها وبترحم عليها. اكيد دائما.
هي الرحمه للاموات ولا الاحياء كمان. هذا كمان احنا نقول الله يرحمنا، لانه دائما بركي بكره متنا ما حدا ترحم علينا، فما ترحمنا حالنا. او لك هيك معقوله؟ لا عم نزح. لا عندنا خلفنا خليفه مرتبه اكيد خليفه ترحم يارب. علينا هون لكن نحن المي عم تندعك بواسطه اليد. هلا نحن رح ندعك شوي، وكمان بواسطه الدعك اليدوي رح ننتقل كمان على فقره التسوق مع ريتشارد، تنشوف اليوم عن الشاي شو محضرينكم بالتسوق. خلينا نشوفها ونرجع معكم. يعني شوبينج معك يا فانيسا فظيع ممتع جدا، خاصة الواحد بيستفيد منك معلومات جدا، واليوم رح نحكي عن الشاي. سلام عزبك بس. لا بتعرفي انه الشاي هو من اهم المشروب بالعالم، وبتعرفي سعره كثير حلو وبيشربوه كل العالم، يعني الغني والفقير والطبقة الوسطى كلهم بيتناولوا عن الشاي. صحيح. رح نبلش نحن بالشاي الاسود، الشاي الاسود اللي بيقولوا عنه دائما طعمته حادة، مانع للتأكسد، هو طبعا هو من اعتق يعني الشاي اللي دائما كنا نشربه من زمان، بتعرف من 10 سنين ما كان في غير هيدا الشاي الاسود اللي نشربه، هلا تقدمت الايام. وفي كثير انتي اوكسيدان، كل انواع الشاي كثير مهمه. هيدا بس بالذات بيتميز يعني بلونه الغامق، وبينعطى للاولاد بلا مشكله. حلو. ولا مشكله. يعني ما في خطا، بس انه دائما بقولوا الشاي في منبه. صح، ننتبه ما ناخده بالليل، نعطيه الصبح لاولادنا، وكمان نحن ننتبه له ناخده. عظيم، ونحن كمان عندنا الشاي الاخضر، الشاي الاخضر اللي هو طعمته حلو ومليء بالفيتامينات وهيلثي يعني كمان وريحته حلوه. يرفع الميتابوليزم الشاي الاخضر، بيساعدنا تنحرق الدهون، يعني حتى الشخص اذا ما كان كثير اكله صحي وبيشرب شاي اخضر بيساعد على محاربة الدهون بقوة، بس كمان لازم ننتبه ناخده بعيد عن الأكل، يعني على القليل نص ساعة بعد وجبة الصبح ووجبة الغداء، ننطر نص ساعة لمنع تما يفوت يعني مع امتصاص معادن الفيتامينات. خاصة كمان يوم صار في الشاي البارد مشهور كثير كمان بالنكهات العديدة اللي بينبسط الواحد يلبسه مع الآيس تي، يعني الشاي بالثلج. صحيح، وفينا نحطه مع الحليب، يعني فينا كثير حلو الشاي، بتعرف بلندن بحطوا له الحليب. حليب بالضبط. شاي الأولونج فانيسا مثل هو بتعرفي حل وسط بالطعمة بين الاخضر والاسود، ومثل معروف انه هو اسمه التنين الاسود، التنين الاسود للي المشهورين بالصين يعني منه كثير حد ولا انه كثير حلو بالضبط، بين البينين وسط. وبعدين كمان بيتميز انه اول شيء بيساعد على التهضيم، يعني اذا كنا تقليل الاكل اكلين وجبه كثير كبيره وثقيله ثقيله نتناول فنجان يعطينا هالرياحه الجسديه. بس كمان ننطر شيء 20 دقيقه 25 دقيقه قبل، اكيد يعني ننطر شوي ونرجع نتناول، يعني بنخلص غدا وبنتناول شاي بعد 25 دقيقه. صحيح. عظيم. وكمان في عنا نحن الشاي الابيض، الشاي الابيض للي كمان بيتم حصاده اسبوع مره بالسنه واحده، يعني كثير مهم هذا وغالي سعره شوي. غالي وفوائده كثير كثير يعني ما فينا نعدها. هلا هلا اخر سنتين بلشت العصيته المنيح، خاصه المحاربه الامراض، يمكن كوليسترول، تريغليسيريد، السكري، ضغط القلب. بس لازم ننتبه كمان على اشخاص اللي معهم عندهم مشاكل بالضغط وبالقلب، انه الكتره مش منيحه، لازم نكون بتواضع ناخذ فنجان فنجانين بالنهار، ولانه فيهم كافيين كثير. ومثل ما بتعرفي كمان فانيسا في عنا نكهات عديده، يعني اليوم صار في كل الفواكه لمحبين الفواكه بنكهه الشاي. يعني خبرناكم عن اصناف الشاي، شفنا الوان الشاي الاخضر والابيض والاسود والاولونج تشاينيز، بس ما خبرناكم قد ايه اهميه الشاي بالدايت وبخساره الوزن. لازم نشرب فنجانين لثلاث فنجان شاي اخضر هو المفضل لإلي، بس يعني ناخذ اثنين اخضر واحد ابيض. وللي اشخاص ما يحبوا طعمه الشاي الحادة او البلانك يعني ما فيها طعمه، بتلاقوا في السوبر ماركت. صح، يعني اليوم صار من جميع انواع الفواكه، ان كان على مانجا على ذره على فريز على رمان، ضيقه عسل، عسل كله ضيقهم، انا بحبهم كلهم يعني. طيبة. وانا هون كمان نصيحه كثير حلوه، بدل المشروبات الغازيه فينا نعمل بريق من الشاي نحطه بالبراد وبس يطلع بنشربه الاولاد بيفتن بيسبوك بي بيشربوا بتزز فيها. نعمل ايس تي بالبيت، وكونوا اكيد المنافع هي زيتها اذا كان سخن او مسقع. عظيم، انا بدي اتشكرك فانيسا، يعني فعلا اليوم كان معك شوبينج ممتع جدا. ميرسي. و... ان شاء الله هلا بايام الشتاء يفوتوا هلا يعملوا فنجان شاي اخضر. يلا انا عازمك على فنجان شاي. يلا. شكرا لاختصاص التغذيه، طبعا فعلا بتعطينا افكار دائما حلوه عن الشاي فانيسا خصوب للي رافقتنا بالسوبر ماركت. كيف لقيتي هالفقره الحلوه مدام؟ كثير حلوه حبيتي. كثير حلوه الحقيقه. وفكره حلوه، يعني فكره حلوه عن الشاي كمان، افكار دائما متنوعه. كثير المشاهدين مثلا ما بيعرف انواع الشاي كيف، او مثلا لازم نشرب الشاي. مضبوط، فكره دائما بنعطيهم هيك للمشاهدين، لانه ما حدا يعني في عندك عده بلاد بيعيشوا على الشاي. بالضبط مضبوط، فعلا يعني مرغوب الشاي.
وعودة إلى كبة الراهب، يعني فعلا مدام رني عزبناك فيها اليوم، بس لا فعلا عليه ولو بس هو ما كنا نقعينه مزبوط، بس هو الأكل البيت فعلا إذا ما انشغل من القلب. أنا حتى عرضت عليه لمدام رني أعطيها الكيتشن مشيتها حتى تدعك، قلت لي لا بدي أعملهم بإيدي، رفضت رفضا قطعيا إنه هي تحب تعطي الشغلة من قلبها. نحن فنحن بنحترم هالشيء، لكن رفضا قاطعا رفضت الكيتشن مشين، نحن ما اسلام، فنحن بنحترم هالشيء. اكيد وقت تبقى شغله طالعه من القلب تطلع اطيب. صحيح، هون لكن اضافه الماء حسب الحاجه والدعك. هلا هون نحن مبدئيا العدس على النار مع ميته، وهون مبدئيا هالشغله ممكن هيك كم شخص بالطعمه مدام رني مثلا هالكميه؟ هلا في عم بعمل انا كبه راهب وعم بعمل كبه حمص. نعم هلا هول بقسمهم انا. نعم وبعمل صينيه كبه بزيدهم حمص وكبه. نعم. الراهب لحالها. نحن كمان هلا اذا بدنا نحط بدنا نفوت على الفرن نفضل هلا كمان هلا اكيد جهزنا الصينيه. خلينا نشوف مكونات كبه الحمص للي نحن كمان لانه هي نفس التركيبه. زيت الكميه، زيت التركيبه، زيت التركيبه وبتزيد لها حمص بس. عظيم، رح نشوف مكونات كبه الحمص. مكونات كبه الحمص 200 جرام حمص، 200 جرام عدس حبه كبيره، 500 جرام برغل ناعم، 200 جرام بقدونس، 200 جرام طحين، 100 جرام بصل، 200 جرام بصل اخضر، 100 جرام نعنع اخضر، 100 جرام زيت زيتون، وسبع بهارات حسب الرغبه. لكن هلا مدام رني نحن رح نرجع معك، واكيد هذا الصحن اللي طلبتيه مني قبل شوي، وهون نحن ايه هي مشان نعمل البوليت. هي تنساعدك شوي كمان، هون بوليت يعني هي مثل ما شفتوا طريقه كثير سهله وكثير سريعه وصحيه للغايه. عظيم، هون تنساعدك شوي ست رني. هلا قد ما بدنا فينا نعمل حسب الكميه، ممكن نعمل كميات كبيره هون، لكن بطريقة الكرات حتى نعمل لكن كبة الراهب. وهون نحن كمان الكبة الحمص قديش لازم تكون حرارة الفرن؟ كبة الحمص يعني شيء 180 180 قديش بدها بالفرن تقريبا؟ شيء 10 دقائق. 10 دقائق هون نحن لكن رح نحمي لك الفرن يعني من فوق اوكي. فينا نعملها غير طبيت؟ لا هيدي لا، لا هي اجباري كبة الراهب لازم تكون على طول كرات هيك. هون لكن نحن عم نجهز الفرن. هون عظيم، والفرن حميناه على 180 هون كمان. ما شاء الله عليكي مدام رني، انا كثير بحب هالاكله. اكله طيبه وصحيه. هلا نحن رح نضيف لها بعدين الثوم والحامض. ايه على الوجه. على الوجه لازم يكون الثوم ني. بدنا ندقه. ندقه شوي او نفرم لك فرم يعني؟ لا فرم لا. نحن عاملين كيك كثير منيح. عظيم، هون لكن نحن هون عندنا كمان رح نفرم ونرجع ننعمهم. الثوم و الحامض نحطهم؟ ايه طبعا. هون لكن عندنا هون لكن العدس والماي وكرات للي شفتوها. هل نحط بعض ولا خلص؟ لا بزياده صاروا كثير منيح هون، كثير منيح. ملعقه الخشب حرركم. طبعا نحن بهالوقت هلا نحن شو رح نعمل مدام رني؟ بدك تمديها ايه هلا حتى نفوت على الفرن. طلع اكثر طلع اكثر ما بيأثر، جاي بستعملهم بكره بياخذوا ايه؟ معنا على البيت ولا مشكله؟ ايه ايه بنضيفهم للجيران. لكن خلينا اوه سوري لونتون منقيم هون
علي هون ما بس المدرسة عم بيتمسح فيه ما طلعت عليهم نحن كله بيتجهز لنعمل الصينيه. نعم هيدي الصينيه هون موجوده مدام رين. بتحبي شيء بكعبه زيت زيتون او شيء؟ ايه اكيد. اوكي هون لكن عظيم هون شويه زيت لكن رح نحطها نحن بالفرن بطريقتها كيف بنعملها؟ بدي احط بس نتفة مي هون. نتفة مي خلص. ثانك يو. هيدي نحطها على جنب. اوكي ندعكها. بدنا هلا نحطها بالفرن نحن. ايه بدنا نمدها لكن شيك. نعم نعم عظيم مدام روني. لكن بدك الحمص معها كمان؟ ايه رح ضيف لك الحمص معها اذا بتريد. هون لكن ضفنا نحن. ايه خلص اوكي الحمص. هيدا حمص منقوع بالماء مفقوش. منقوع مفقوش عظيم. وهون نحن بنمدها بالصينية مدام روني. خليها تطلع صينيه غير شكل. هيدي كبه لكن الحمص نفس طريقه كبه الراهي. إيه بس نحن بنزيد لها الحمص. اكيد نحن حنزيد لها بعض ثوم ونزيد لها عظيم. بنبلش نبدأ مدام روني. نعم لكن حتى نفوتها على الفرن وبعدين نفرجي للمشاهدين من بعد الفاصل. هون لكن لازم تكون هي طبقه واحده مزبوط؟ طبقه مش طبقتين ومنها وما عليها شيء بس مثل ما هي. نعم عظيم. هون لكن هون لكن نحن اكيد رح نمدها بالصينيه مشاهدينا ونفوتها على الفرن ونفرجيكم اياها بعد الفاصل. انطروا. وعودة معكم مشاهدينا مع كبة الراهب وكبة الحمص. يعني اليوم صاروا كبتين جاهزين ومع ضيفتنا مدام رينيه الخولي. اهلا وسهلا فيكي مدام رينيه كمان. يا اهلا فيك. نحن هون العدس مع طبعا للي شافوها المشاهدين كيف عملنا الكبتير. هون نحن عندنا ثوم وزيت الزيتون وحامض وزيت زيتون وزيت زيتون نطفي عليها يعني نحطه نحن يعني لا شوي حتى تغلي. لكن هون نحن الحامض والثوم وزيت الزيتون رح نضيفه على العدس مع هالمزيج الطيب. هلا اكيد في كثير بيقولوا لها مثلا هيدي كبه الحيله مثلا ممكن. ايه كبه حيله كبه راهب. راهب يعني طبعا بكل منطقه بسموها شكل عظيم. هون وهون نحن الكبه الحمص. هاي كبه الحمص. الحمص فوتناه على الفرن شلناه من الفرن. يعني فعلا شكلها شهي جدا بس اطلع فيها هي نفس التطبيق اللي شفتوها. هي عم تقول لك يعني بتحسيها فعلا. انا بحدق لك اياها اليوم. انا بحب هالاكل لانه جوزي بحبها جنين يعني. هيدي طيب كثير اكلي فعلا نحس نحن عم ناكلها. مظبوط عم ناكل شيء طبيعي 100% من غير لحوم من غير اسماك من غير دهون صحيح. سلم ألف تحياتي في مدام رينيه. ريتو صحتين على وهذا طبق شعبي مشهور كمان وتراثي. صحة وعافية فظيعة. هلا أكيد رح نقعد بعد هيدي أكيد لازم كل بيت يطبخها كثير مهمة. مظبوط. هون كمان هيدي خلاص هيدي خلاص هيدي لأنه أول شيء اليوم البرغل كثير مهم يعني العدس والبرغل لصحة أطفالنا. هون نحن بدنا نسكبها. شو هالريحة الحلوة يا ست روني. فعلا أطباق صحية وشهية. هيدي أجمل ما تتاكل بلا شيء يعني سيدة مبدئيا ما في شيء طبعا لأنه العدس والبرغل هو بحل مطرح الرز وبحل مطرح كل شيء. واللي بيحب يزيد الحامض صار شيء ثاني. ايه يلي بيحب يعني فعلا سنة دياتيك. ريتو صحتين. نحن خبرونا انه صحة وغنى انه جوزك استاذ فاروق بيطبخ. ايه فنحن بنوجه له كمان دعوه عبر التلفزيون. استاذ فاروق نحن ناطرينك تيجي تقدم لنا طبق من اطباقك اللي بتطبخهم بالبيت ان شاء الله قريبا. وكمان مدام رنية بدنا اياكي كمان بعده اطباق ان شاء الله. شكرا شاء الله. شكرا لك وامين سلمين على الصبايا. وانت كمان حقيقه مميز بالفعل العيله كلها بتحبك. شكرا ونحن بنوجه تحيه للبنوت المهضوم اللي جبتك اليوم كمان. تسلم لريتا. هاي ريتا. وشكرا لك مدام رنية. شكرا شكرا لك. شكرا وهيك حلقتنا لليوم خلصت وبنتقانا بكره معكم كمان بحلقه جديده. الف صحتين بالفعل يعني انا مثل ما بسمع نعم. انه كل العالم عم بتطبق روسيتاتك يلي عم تعملها. شكرا لك. شكرا لك مدام رنية. هي شهاده بنعتز فيها وبنفتخر فيها. الى اللقاء.